بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ربا وليد الزناتي، مدرسة حاسوب في مدارس الجامعة الثانية. بدرس حاسوب من صف السابع لغاية الأول ثانوي. طبعا هناك برمجيات متنوعة بما فيها المايكروسوفت أوفيس والفوتوشوب وغيرها. طبعا استخدام الكالبورد عم بيسهل كتير العملية التعليمية، لأنه من خلاله أنا عم بشرح بحصة وبالحصة الثانية عم بروح نطبق عملي، بدل ما كنا عم بشرح على جهازي وكل طالب عم بيطبق على جهازه بشكل منفصل. فبالتالي أنا عم بضطر اني عم بلف على كل الطلاب لحتى اشوف عم يشتغلوا بطريقه صحيحه او لا، بينما هون انا عم بشرح وعم بشوفوا بالضبط انا شو عم بعمل في اثناء شرحي وانجاز المهام اللي ممكن اطلبها منهم في حصه التطبيق العملي. هلا الاكتف بورد طبعا الطلاب عم يتفاعلوا معه بشكل كثير كبير، عم بيسهل علينا عمليه استخدام البرمجيات الحاسوب، كمان انه عم بيسهل علينا والطلاب عم بيرغبوا بشكل كبير انهم هم كمان يستخدموا الاكتف بورد وبيطبقوا عليه بشكل مباشر، وبصراحه كثير مفيد، وان شاء الله يا رب يكون تجربه ناجحه للجميع. شكرا.